هي الفزعة وقوتها مضمونها مبروك في يوم القضاء هذه المشاعر بالغلا بديتها واللي درى علم محل ما درى واللي فهم هلا يقول وحيتها ما هي بده نتل وسالي سرى والنفس شرحة كلمة عزيتها وإن كان راح الشعر بيع ومشترى أنا وليد هذي شاش عليتها حنا نعرف اللي على الطيب افترى نعرف مطانيها العرب وبخيتها قدام والحق ما ترجع ورا ما هي على يمكن وكيف وليتها ان الفخر دايم على العز جهرة غنى بها الهدس وانا غنيتها تاريخنا يشهد بها اللي ما قرى وافعالنا لو كان ما وفيتها لا تلقيتهم يوم ردت البرى لجع عزاوينا يدري بها العيال وجرح ما برا عن عسكر البارود لا سميتها هذي طرايعنا ولا معنى خشرة تعرف دلايلها ولا ظهرتها مضربنا ما هو على حد ثرى نكحى العيون القوم قبل الميتها نخزي عيون الغبن وعيون الزرى لا همنا وش كان في تمقيتها حنا سعد مضمها الوقت وذرى وانفسنا ويماننا طيب وكرم مرهيتها يا ضيفنا يا مرحبا ومقدرة من منهجك لين الحلال البيتها عددنا لبا وزار مقرة على مقام مجود عامر صيدها كفا فصلك الرصتك فالغنوي ما تبى منا على الحق وهو صية الفخر والكرة والبيت الحساوي والدلالة تفوحك في الشاذلية نغرب المنهج والسرحنا الفعل النداوي يا عيون كوني الناس سلبية يا تعاليم الزمن كاتب واوي يا المعاني الحروف الابجدية ربعي اعتابه همسنة الهقاوي في زمان السلم والجاهلية ربعي اعتابه همسنة الهقاوي في زمان السلم والجاهلية عزوة الهلام هيبت العزوة